السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس أوتوكاد برينتينج، الطباعة في الأوتوكاد. الدرس الرابع إن شاء الله نتكلم فيه عن كرييت تايتل بلوك أو التمبلت أو الفريم أو الباندا أو الخرطوشة، سميها زي ما تسميها، في الآخر كلها مسميات بتدي لمعنى واحد أو حاجة واحدة. التايتل بلوك أو التمبلت هي حاجة برسمها على مقاس ورقة معينة، يعني برسم تمبلت تايتل بلوك أو الفريم دواني على مقاس A0. مينفعش التمبلت اللي انا عملته الـ A0 دواني اطبع بينه على A1 او A2، كده بقى انا ضربت السكيل بتاعي باظ. يعني احنا هنعمل تمبلت حسب حجم الورقة اللي انا هطبع بيها. على سبيل المثال، المكتب اللي كنت شغال فيه في القاهرة قبل كده كان كل مشروع بيعمل له فريم معين بيضيف فيه البيانات الثابتة الخاصة بمشروع دواني، اسم المشروع، المالك، الاستشاري، استشاري المقاول، وغيرها من الحاجات دي، يعني هنشوفها مع بعض ان شاء الله. كذلك الشركة اللي شغال فيها برضو دلوقتي فيه تمبلت معين خاص بالمشروع اللي فيه، فيه نفس البيانات طبعا مع اختلاف المتغيرات عن الشركة والمالك والمقاول، بس هي الفكرة واحدة. هنشوف هنعمل التمبلت ازاي، وهنشوف هنضيف البيانات الثابتة ازاي، ونشوف البيانات المتغيرة هنضيفها ازاي، وازاي نقدر نخليها تتفاعل معانا. الاول التمبلت هيكون عبارة عن ايه؟ انا برسم مستطيل بنفس حجم ابعاد الورق اللي انا هطبع عليها ايا كانت A1 A0 A2 A3. بيكون فيه شوية بيانات هنا على اليمين، البيانات بتكون عبارة عن ايه؟ شوية نوتس، ملاحظات، بعد كده بنحط الريفرنس دروينج، بنحط الليجند، الكيبلان، الكوردينيشن، التايتل، سهم الشمال، والفيو بورد الخاص بالجزء اللي انا هطبعه. تعال نروح للاوتوكاد ونشوف هنعمل ايه. على سبيل المثال الملف ده انا عامله، انا عامل فيه 1 2 3 4 4 تايتل بلوك، كل بلوك ليه اسمه معين، يعني ديواني A0 معناتها كده ان ديواني هيطبع على ورق A0، ما ينفعش اطبع ديواني على ورق A1، انا كده بوظت السكيل. هيطبع كله تمام بس كده السكيل باظ. كذلك فيه A1 A2 A3. الملف ديواني انا بستخدمه في حاجات تانية كتير، مش بس بستخدم، لا ده انا بقدر اعمل له تحديث، او بمعنى اصح بقدر اتحكم في الرسمة بتاعتي، وده اللي هنشوفه مع بعض، هيفيدنا كتير في دروس جاية ان شاء الله. هيفيدنا برنامج السيفل 3D لما نتكلم على الطباعة، برنامج السيفل 3D. فان شاء الله نحاول مع بعض هنطبق الكلام دواني على مثال مع بعض، والباقي حضرتك هتطبقه مع نفسك عشان نشوف هنستخدمه في ايه. هنعمل ازاي التمبل الدواني؟ تعال نفتح اوتوكاد على ورقة جديدة خالص وهنبدأ الكلام ده من البداية. اداكات ايزو. في طريقتين عشان تعمل التمبل الدواني، اما انك ترسم الموديل وتحفظ الرسمة ديواني وتسحبها اكسريف على الرسمة اللي انت هتطبع او الرسمة اللي انت هتخرج، وانا ما بحبش الطريقة دي، لا انا بحب ارسم التمبل الدواني تايتل بلوك بتاعي، برسمه على اللاي اوت واضيف عليه شوية المتغيرات وشوية الثوابت بتاعته الخاصة بالمشروع، ما اما اضيفه في اللاي اوت واسيفه ممتد دي دبليو تي دراونج تمبلت، بقدر استفيد منه في حاجات تانية هنشوفها ان شاء الله مع بعض. هنبدأ على بركة الله. انا هدخل على اللاي اوت، انا هرسم التمبلت بتاع دواني على مثال A2، ونشوف ليه A2 عشان دي انا هستخدمها بعدين ان شاء الله. انا هرسم بوحدات المليمتر زي ما شوفنا في درس الطباعة من اللاي اوت، ممكن ارسمها بالمتر او السنتيمتر، الاسهل انا هرسمها بالمليمتر. ادي الفي بورت الموجود معايا انا همسحه. تعال نسمي اللاي اوت دواني، هكليك يمين هقوله رينيم، انا هسمي دواني A2. تمام كده. مقاس الورق الـ A2 كام؟ الورق الـ A2 مسقسها اللي هي لاندسكيب 594 × 420. انا هاجي هنا في اي جنب واعمل ريكتانجل، هقف هنا واقول له دايمنشن بابعاد معينة. الدايمنشن بتاعتي كام؟ 594 في كام؟ في 420. تمام كده. ارسم لي هنا المستطيل هواني، هضغط كليك عشان اثبته. لو تلاحظ هنا المستطيل انا رسمه بره اللي هي مساحه الخلفيه الورقه الموجوده في الافتراضي في اللاي اوت، انا مش محتاجها، انا عايز الرسمه بتاعتها تكون هنا. هنشوف ازاي هننقل الخلفيه دي تكون هنا. يبقى دي كده ادي مساحه الورقه بتاعتي اللي هي الاي 2، هاخد منها اوفست على بعد 2 مللي مثلا هنا كده. تعالى مثلا نعمل هنا سيركل بنفس الحجم دواني، اعمل لها تريم. ماشي، انا محتاج الزاويه دي يعني هعمل لها ميرور على الجنب هنا،
واعمل الجنبين دول ميرور من النص لتحت عشان اقدر احدد من الولونز بتاعتي. طيب تعال ندخل على البادج سيت اب مانجر عشان نعرف الورقه دي يعني في السيت اب بتاعتي. ادي هنا السيت اب موجوده اللي هي A2، هعمل رش اعمل لها مودفاي مش هعمل نيو ولا حاجه. اختار الطبعه بتاعتي دي دبليو جي 2 بي دي اف تمام. تعال نختار ورقه ايزو فول بليد A2 لاندسكيب تمام. ادي الورقه دي. هنا مش هختار لاي اوت، لا انا هقول له ويندوز. الويندوز منين؟ من هنا لهنا، دي حدود الورقه دي اللي نفس الحدود دي نفسها اللي هتطلع معايا في الورقه. هختار سنتر ذا بلوت السكيل 1:1 بالمليمتر. تعال نعمل بريفيو تمام. ادي الزاويتين الزوايا اللي انا عملتهم، الاثنين فوق وادي الاثنين تحت، وادي بدايه حدود الورقه. ممكن حضرتك تعمل الحدود دي يعني على نهايه الورقه بالظبط. انا سايب فراغ 2 مللي تمام كده. اكزيت اوكي. انا كده حفظت الاعداد بتاعتي. هبدا ارسم البيانات بتاعتي، التمبلت بيانات التايتل بلوك بتاعتي جوه هنا. تعالى ممكن مثلا ناخد اوفست كمان على بعد 3 مللي تمام. وهرسم خط من هنا للاخر عشان اضيف البيانات بتاعتي على بعد 150 مللي تمام. طبعا المفروض حضرتك بتظبط الليارات الخاصة بالخطوط والكتابة. انا هعملها كلها اختصارا للوقت على نفس اللير الموجودة وحضرتك اتنسق. هبدأ اضيف اول حاجة هنا انا محتاجها النوتس زي ما شفنا في الباوربوينت اللي فات. هجيب امر التكست، انا هبدأ التكست من هنا. ارتفاعه 2.5 ماشي. روتيشن بصفر اوكي. انا هكتب هنا نوتس تمام. اخدها اظبطها كده. انا كده عملت اول حاجة. انا عايز بعد النوتس قلنا ايه، هنكتب الريفرنس دروينج ماشي. هسيب للنوتس كده مسافة وليكن 100 مللي. هاخد خط هنا تعال نحركه لتحت تمام. انا هحرك من دول هكبيرهم، هكبر الخط والتكست. قلنا كام؟ على مسافة مللي ماشي. هكبر دول فوق تمام. ده كده عشان اكبرها كلها مع مرة واحدة. هكتب هنا reference drawing. reference drawing دي يبقى تحتها. انت حضرتك مش مجبر تعمل الكلام ده كله، انا هعمل على حسب الشغل اللي انا اتعلمته او اللي كان موجود، وحضرتك اختار المفيد منه او المناسب لشغلك. بيكون موجود دي دبليو جي نمبر بيكون فوق صدها هنا الديسكريبشن اوكي. دي بتكون مثلا هاخد لها 50 مليمتر. كوبي الكلام ده تمام. خلينا بس نغير ده والكتابة دي وناخد خط فينا اوفست مثلا كل 5 بيكون هنا الرفرنس الموجودة اللي انا بحطها. بعد الرفرنس عند الليجند. الليجند انا مش هنزل هنا الرموز بتاعته، لا انا هخليه في الموديل وهاخد منه فيو بورت واسحبه هنا عشان تكون ثابت في كل الاوت معايا ايا كان عددها. لو جرد لو عملت له تحديث او تعديل في الموديل يسمى معايا في كل الاوت الموجود ماشي. هاخد الكلام ده كوبي واخلي الليجند مساحة وليكن 70 اوكي. بعد الليجند بيكون عندي السكيل بار
السكيل بار. ممكن اجيب السكيل بار بتاعي، اضغط كنترول 3 من التول باليت، هنا في الانوتيشن هنزل تحت في المتريك السكيل بار راح فين. هاد السكيل بار ممكن انزله هنا، واختار السكيل بار اللي انا عايزه. تمام، هاخد الكلام ده مثلا كوبي، انزله تحت مسافة معينة كده. ايه ده بقى الادل سكيل بار؟ تحت السكيل بار انا بحط الكي بلان، ادي الكي بلان. نفس الكلام ديواني مفروض بيعمل له فيو بورت في الليجند، خلينا نديلها لون مختلف. ونكبيرها تحت، نش بعد الكبلان بيكون في موجود معايا الكوردينيشن. الكوردينيشن ده بيكون عبارة عن البيانات، المشروع بتاعي، المالك والاستشاري والمقاول. انا مش هعملها، انا هجيبها جاهزة من برا، اختصار الوقت زي دي كده. نحرك الكلام ده لفوق شوية، المساحة هنا ما كفتش. نطلع ده لفوق، نصغر المساحات شوية. تمام، بعد كده بيكون في موجود عندي التايتل، التايتل زي ما نشوف الملف الموجود معايا بيكون في اسم المشروع بروجكت نيم ورقم المراجعة والديسكريبشن والداتا والديت سوري التاريخ والدراونج باي والشيكد باي والابروف دو باي. بيكون موجود السكيل والداتا، ممكن نحط الاورينتيشن والدراونج نمبر. تعال ننزل الكلام ده على السريع عشان نشوف هنعمل التعديل بتاعه ازاي. تمام كده نزلت البيانات بتاعتي. طبعا حضرتك تقدر تتحكم في المساحات والاطوال دي يعني على حسب البيانات المتوفره عندك. ادي بس على سبيل المثال حبيت اوضح لحضرتك الفكره. لو جيت اعمل مثلا بريفيو للطباعه، ادي التايتل بلوك مظبوط معايا، باقي ان اعمل الفيو بورد هنا هسحب منها الرسم الموجود في الموديل. تعال نعمل الفيو بورد، خلي الفيو بورد اهو، عملنا الفيو بورد. باقي برضو سهم الشمال ما ننساهوش، ممكن نحطه هنا جنب الفيو بورد دي يعني. من التول باليت هنا برضو ادي النورس، اقدر اجيبه وانزله هنا، صغر بس شوية ايا كان الشكل المناسب، مش عايز ده كله. ده مثلا سهم الشمال، وادي مثلا اتجاه القبلة بيكون فين، وهمسح الكلام الزيادة دواني المفروض بيكون فين النورس، وانا اتجاه القبلة ماشي. هسيب الكلام ده زي ما هو كده، خلاص مش عايز التول باليت. تمام كده، ادي كده البيانات اللي نزلتها معايا. المفروض بكتب الكلام دواني على حسب المشروع بتاعي والمالك. تعال ننزل هنا بعض البيانات المتغيرة. اول حاجة اسم المشروع، اسم المشروع ثبت معايا في كل اللوحات، لكن افضل نخليه اتريبيوت عشان اقدر استفاد منه لو احتاجته بعد كده. كذلك هنا الريفيجن هنخليه اتريبيوت. في مشروع ما ممكن يكون عندك اكتر من لاي اوت، على سبيل المثال 10 20 لاي اوت. كل مرة بيحصل تعديل بتخش حضرتك المفروض تعدل الريفيجن دواني، يعني مثلا ريفيجن رقم 2 الوصف بتاعه بتكتبه له، كان بتاريخ كام، من اللي رسم، من اللي عدل، تشيكد باي، ابروفد باي، من اللي ادى ابروف. فهل هتقدر
تدخل في ال10 ولا ال20 ولا ال50 لاي اوت دول وتقدر تعدل الكلام ده. احنا عايزين حاجه اسهل من كده بكتير، لا انا هعدلها حاجه واحده وهي تسمع في كله. ده اللي هنعمله. تعال ننزل اتريبيوت هنا اتي، ده هيكون اسمه البروجكت، نيم تمام، ونزل بنفس اسمه الافتراضي بتاعه هات البروجكت نيم، هندي لون بس مختلف. يبقى ده اسم المشروع، هيبقى معايا اتريبيوت كمان. انا عايز ايه اتريبيوت؟ ماشي التاريخ اتريبيوت، بس هنا هندخل التاريخ فيلد، كليك يمين اقوله انسرت دات اند تايم سوري ادي الديت، لا خلي السيف ديت تاريخ الحفظ ويكون بنفس الصيغه دي يعني. اوكي اسف، اكتب هنا ديت. اوكي كمان درونج نمبر خليها اتريبيوت، والترانسميتال نمبر نخليها اتريبيوت. تعال نمسح الفيلد. تمام كده انا عملت الحاجات اللي متغيره معايا. بقى السكيل السكيل ده ممكن اجيبه من الفي بورت يكون متغير معايا، او ممكن عادي اكتب هنا مانوال مش هتفرق. تمام انا هنا انا عايز اضيف الحاجات ديواني، بحيث لو قررت اللي هي اوت ديواني اي عدد، مجرد ما اغير تغيير واحد يسمع في كله، بالذات في الحاجات اللي هي الشيك باي والدرونج باي والابروفد باي، لان دي كانت اتكررت معايا كتير وكنت بضطر ادخل جوه اللاي اوت. كان اوقات في معايا مشروع فيه 12 لاي اوت، فلما تدخل في 12 لاي اوت عشان تغير حاجات بسيطه دي بتكون عليها مملة شويه. لا احنا هنجيب لها حاجه بسيطه ان شاء الله. تعالى هنا اول حاجه هروح هنا من علامه ابلكيشن هنا درونج يوتيلتيز، اختار درونج بروبرتيز، هيظهر لي النافذه دي. هنا في الكاستم انا هنزل شويه متغيرات، بس لازم اكون عارف المتغيرات دي اسمها ايه وكاتبها ازاي. هاجي اقول له ادد، انا عايز اول حاجه هقول له الريفيجن ار 1، هنا اقول له دروينج دي باي من الرسم واسيبها فاضيه ماشي، وانزل كمان متغير ودي دروينج باي ريفيجن 1 سوري، هقول له شيك باي حرف السي، او ممكن اكتب الكلمه كلها مش مشكله شيك باي، واقول له ادي برضه ريفيجن 1 الابروف ادي له حرف الاي اوكي، وادي هقول له ريفيجن 1 هقول له هنا الديت دي اي ماشي، اكتبها كامل احسن ادي الديت اوكي، وادي هنا اقول له ريفيجن 1 بالديسكريبشن تمام. نفس الكلام دواني انا ممكن اكرر على فيجن 2، انا اكتفي بفيجن 1 عشان نشوف هنسمع الكلام ده ازاي، وهقول له اوكي. انا كده ضفت المتغيرات بتاعتي. تعال ننزل اتريبيوت جديد، همسح الكلام ده او ماشي خلينا ننزله تحت عشان اول مره بكتبها، ونزل اتريبيوت ار 1 لان هي الديسكريبشن، واجي هنا في الديفيكولت لان هنزل فيلد، الفيلد بتاعي انا هجيب هنا الاول هيكون موجود الحاجات الجديده اللي انا ضفتها اهي موجود هنا اهي، هبحث عنهم هكون موجوده او ترى موجوده في الدوكيومنتيشن موجوده في الدوكيومنت. اول واحده انا عايز انزل الديسكريبشن ليرفيجن 1 ديسكريبشن اوكي، هنزلها هنا تمام. انا عايز برضو
بعد كده انا عايز الديت R1، الديت هاجي هنا انزل له فيلد الديت بتاعي، هقول له اوكي وانزل الكلام ده هنا. بعد كده الدرونج باي هنزل اتريبيوت تالت اللغة، او تعالى انسخ ده اسميه R1 drawing by، وادخل على الفيلد هنا R1 drawing by. اوكي اكبر الكلام ده R1 checked by، واجي هنا في الفيلد واختار checked by. اوكي وادي الابروف R1 ابروف، وادخل هنا ابروف دبي. اوكي اوكي انا كده تقريبا خلصت التمبلت بتاعي. بقى حاجه اخيره او قبل اخيره، الكلام ده كله هحوله بلوك. الافضل احول الكلام ده كله لبلوك، هقول له بلوك هسمي الكلام ده واني ماي تمبلت ماشي، خلي ماي تمبلت واختار البيج بوينت بتاعتي اللي هو نقطة معلومة، وسيلكت اوبجكت اختار كله، لكن هلغي الفيو بورد مدخلهاش في البلوك. طبعا المفروض بكون مدخل البيانات دي اللي هي الخاصة بالمشروع، كل البيانات دي المالك والاستشاري بالعربي وبالانجليزي، وبدخل اللوجو وكله تمام، لكن انا هسيبها فاضية هنا عشان احنا بنعمل مثال تدريب. خلاص انا وافقت على العناصر دي يعني ان هي بلوك وادي بالمليمتر. اوكي بيظهر لي نفسه بالاتريبيوت الحاجات الموجوده، هقول له اوكي زي ما هي. تعال نحفظ الكلام ده واني هقول له سيف از، انا مش هحفظه دي دبليو جي، لان هقول له دي دبليو تي. مجرد ما اخترت الامتداد دي دبليو تي راح لي على فولدر الخاص بالتمبلت الموجوده نزل في البرنامج سيفل 3 دي الموجود معايا. لا انا هروح على الديسك توب فولدر بتاع اسمه بلوت، في هنا التمبلت هسميه مثلا تيست ماشي، وهقول له سيف. وده ممكن اضيف الديسكريبشن بتاعي، هقول له اوكي. انا كده عملت التمبلت اللي هو الخاص بالاي 2. طب فايدة الكلام اللي انا عملته ايه في الكاستم دوني الحاجات اللي انا نزلتها دي؟ انا فرضا هنا انا عايز تعال نكبر الكلام دواني ماشي، انا هنا عملت كبيرت اللي اوت الموجوده دي يعني 15 مره. فرضا المشروع اللي كان معايا كان كبير وتقسم ل 15 بارشل، وعايز ادخل اعدل في الحاجات دي يعني. مثلا عدلت في ريفيجن 1 دواني، انا عايز مثلا اكتب حاجه في الديسكريبشن والتاريخ بتاعها كان مختلف، انا عايز يسمع في كله، واللي هكتب اسمي انا اللي عدلت والمهندس فلان اللي شايك ومهندس فلان اللي ابروفد. لو دخلت في اي لي اوت موجودة هلاقي الكلام ده فاضي. طب انا عايز اغير الكلام دواني، هدخل هنا في البروبرتيز ادي البيانات الموجودة معايا هنا، ادي مثلا درونج بارنا سميه ادي مثلا احمد انا اللي عدلت، الشيك دبي ماشي خليه صابر انا برضو اللي عدلت، اي اسم مثلا يعني هنا الابروفد اديله اي اسم ماشي، التاريخ برضو هديله مثلا اي تاريخ، تاريخ النهاردة كام 23/12/2016. الديسكريبشن بتاعي ديواني اي ديسكريبشن، نعمل اي مثال اقول له اوكي مفيش حاجه اتغيرت، اعمل بس ار اي. ادي البيانات بتاعت الديسكريبشن، ادي التاريخ، ادي الاسم بتاعي ظهر. هلا طب شيك كده اي واحده تانية تمام، ادي كل حاجه موجوده. يبقى كده انا عملت قدرت اربط كل اللي اوت ديواني بحاجه واحده، بحيث لو عدلت هتسمع في كل لاي اوت. الحاجه دي تفرق معانا كتير، لان ان شاء الله هنطبق على مشروع في لاي اوت كتير، انت اللي هتقدر تحدده وانت اللي هتقدر تقرر الكلام ده. تعال نمسح الكلام ده كله ونرجع للاي اوت بتاعتنا. انا رجعت اللاي اوت زي ما كان، انا عايز مثلا اعمل ملف زي الملف اللي انا عامله دواني يكون في كل الحاجات الموجوده معايا. هل هقدر هرسم الكلام ده كله من اول وجديد؟ تعال بس ناخد كوبي من الكلام دواني، نطرق بس ده خالص موف اور كوبي، اعمل كريت كوبي ماشي بدل دواني بالنسبة اسمها A1
رقم 2. لا انا هغيرها، اخلي مثلا هسيب مثلا اسري. اوكي تعال ارسم مثلا مستطيل بنفس احجام الاسري اللي هي كانت 420 في 297. ارسمش ليه، ارسم تاني. اقوله دايمنشن 420 في 297 وادي هنا. هاجي البلوك ده وانا افجره واعمل له اكسبلود واخد امر السكيل واحدد كله، وانا هعمل سكيل من النقطه دي. ادي البيس بوينت، اقول له ريفرنس، عايز ريفرنس من هنا من الكورنر ده للكورنر ده. الريفرنس عايز قد ايه؟ اقول له لا بوينت من النقطتين دول، يبقى قد النقطتين دول من هنا لهنا. تمام، ادي صغر التايتل بوك بتاعي بدل ما كان على A2 بقى A3. هدخل هنا على البادج سيت اب مانجر في الA3 هو اللي موديفاي بدل ورقة هي A2. لا انا اقول له لا خليها A3. لاندسكيب وسنتر ذا بلوت بريفيو. تمام اغيره بس الويندوز من هنا اللي محتفظ الويندوز القديمة لهنا. اعمل بريفيو زي الفل. اوكي باشا خلاص. وهكذا بنفس الطريقة هتعملها على A1 و A0 و A4 لو حابب تعملها كمان. اتمنى يكون الدرس بسيط وسهل. يا ريت تطبق الدرس دواني، يا ريت تعمل ملف تمبل زي دواني عشان هنحتاجه بعدين. هنلعب في الاوتوكاد لعبة بملف دواني، هنشوفه ان شاء الله مع بعض في درس مفاجأة. هيكون ان شاء الله هيكون درس حصري، يعني حاجة جديدة كده ان شاء الله. اتمنى يكون اضافة لشرح البرنامج الاوتوكاد على اليوتيوب. كده اكون وصلنا لنهاية الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.